هو فنان شامل ومثال حقيقي للسينما والتلفزيون والمسرح. وفي يوم 9 سبتمبر عام 1924 اتولد الإبداع واتولدت الكوميديا واتولد صانع الضحك، يعني اتولد فؤاد زكي المهندس اللي اتخرج من كلية التجارة، ولكن في مطلع الخمسينات انضم لفريق ساعة الألفة، ومن هنا ابتدى طريق الإبداع اللي اتكون من 25 فيلم أهمهم عودة أخطر رجل في العالم، العتبة جزاز، معبود الجماهير، مطاردة غرامية، وأرض النفاق. طوبى لكم، طوبى للفقراء المساكين، ودبشة للأغنياء. وكان للمسرح والأطفال نصيب كبير قوي في حياة فؤاد المهندس، فعمل أكتر من 15 مسرحية أهمهم هيلا حبيبتي، سبك على بناتك، وسيدة الجميلة. واحدة عارفها سابها للمسرح، أكيد الناس هتقول عرف عنها حاجة بطالة. صح جوبي صح وربنا صح ولمه ربنا صح كنت سيبيه مسكة. تتجوزيني يا بسكويتة؟ جملة قالها فؤاد المهندس للفنانة شيكار، وكانت شهادة ميلاد قصة الحب الأشهر في تاريخ السينما. تسمح تقلي هايم بيني باللي شمالها ماسكة في يميني واللي عيونها ماسكين في قلبي. لكل قصة نهاية، وفي يوم 16 سبتمبر عام 2006 كتب فؤاد المهندس سطور النهاية في مشوار طويل من الإبداع. رحل فؤاد المهندس ولكنه ترك ميراث، ميراث ورثته أجيال وسترثه أجيالا أخرى. ندى رضا، مساء الخير يا رمضان.